إلى ذلك قام أصحاب سيارات الأجرة بتنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع زملهم الضحية، مطالبين بتدخل السلطات المعنية لمحاربة أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعية والتي انتشرت بكثرة في الولاية. بالنسبة للسيارات الغير الشرعية راهي غزات هنا الولاية، رحنا صاي وصلنا لواحد الحالة يرتى لها والله صراحة. راني في 17 سنة راني خدام ما فهمناش لهذا الأمر هذا. حنا حبسوا علينا لي كلون، ها هو الكلون واش راه يدير، ها يخدم ويزيد يضرب الناس مازال، راه في دموس يضرب. ومش الأولى هذه، مش الأولى، صارت شحال مرة، والوعود كل يوم كل يوم كل يوم، راه دوك يحبس، رانا في 10 سنين ما كانش الكلون، كل شيء عادي.